أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أفكار متقاطعة. في عام 1974 عندما انتخب البرازيلي جواو هافيلانج رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال في أول تصريح له: جئت لأبيعكم سلعة اسمها كرة القدم. من يومها بدأت عملية تسميم آبار كرة القدم. منذ أن تحولت كرة القدم من اللعبة الشعبية الأولى في العالم والتي تمنح الفرح للبسطاء وتزيل هموم اليومية، تحولت لسوق بورصة كروية ومشروع اقتصادي لا يكترث بالرومانسية اللي تميزت فيها اللعبة، بل يهدف لمزيد من الأرباح. تم اغتيال براءة الكرة بعد عام 1974، و استمرت اللعبة حتى صدر كتاب بريطاني باسمه كيف سرقوا اللعبة. إذا كان جواو هافيلانج هو المؤسس لتسميم آبار كرة القدم بأن حولها لسلعة، فإن من خلفوه ساروا على نفس النهج أو كانوا تلاميذه أيضا. وما فضيحة الرشاوى التي ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في مقتل وأطاحت بالرئيس السابق جوزيف سيبي بلاتر وميشيل بلاتيني، وانتشرت الفضائح عن كرة القدم بسبب الرشاوى وإلى آخره، ما هي إلا دليل على أنه كرة القدم ليست بخير. طبعا الفيفا او الاتحاد الدولي لكرة القدم تصوروا انه لما بدأ كان فيه 11 موظف. بعد ما اتى هافيلانج بال 1974 حولها لواحدة من اقوى المؤسسات الاقتصادية في العالم، واصبح رئيس جمهورية كرة القدم ببساطة. وطبعا هافيلانج راح، بلاتر راح، بلاتيني راح، ولكن من أتوا بعده وإنفانتينو الحالي أو رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشيفرن ليسوا أفضل منهم. الآن وفي ظل أزمة وباء الكورونا، كلياتنا نعرف أنه نبض الملاعب توقف بسبب الكورونا، ونحن نشاهد الملاعب الفارغة والصامتة والوحيدة والمنعزلة. نتذكر ما كتبه الأديب اللاتيني الكبير إدواردو غاليانو في كتابه بين الشمس والظل عندما قال: هل دخلت يوما إلى استاد مقفر؟ جرب ذلك، توقف في منتصف الملعب وأنصت، ليس هناك ما هو فارغ أكثر من استاد فارغ، ليس هناك ما هو أكثر بكما من المدرجات الخالية. بعد ما بدأت تنحصر الكورونا إلى حد ما، بدأت الحياة ترجع شوي شوي للملاعب. بدأت بألمانيا، بعدين إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا وإلى آخره. ظهرت كرة القدم غريبة علينا، مو كرة القدم اللي نعرفها، ملامح كرة القدم كأنه شاخط، أصبحت بفعل الحجر الصحي كأنه ختيرت شوي. اللاعبين عم يركضوا بس تحس ان هدول احصنه مرهقه خائفه
تركض في ميدان سباق بلا روح وبلا نكهة ولا وبلا وأهم شيء وبلا ملح كرة القدم الجمهور. طبعا المستثمرين حاولوا كثير انه يحسنوا الصورة، فمثلا جابوا صور للمشجعين، مجسمات صور، وحطوها على المقاعد بالملاعب كلياتها لحتى يوحوا افتراضيا انه في جمهور. جابوا شركات حاولت انه تعطينا اصوات جمهور افتراضي عبر مكبرات الصوت الكبيرة في الملاعب حتى يهزموا الملل عند المشاهدين. بس المشاهد ما شعر بالراحة. أنا واحد من الناس ما عم بستمتع بكرة القدم حاليا، وأنا عم بشاهدها بلا جمهور وبلا صخب الجمهور وبلا انفعالات الجمهور العفوية وأحيانا الغاضبة وأحيانا الفرحة وإلى آخره. لأنه حاولوا كتير أنه مثلا أثناء تسجيل هدف يكون الصوت اللي عم يطلع من مكبرات الصوت مناسب أثناء إضاعة فرصة إلى آخره، ولكن العفوية والبساطة غابت لأنه كل شيء طلع خارج سياقه الحقيقي وصار افتراضي، مثل كل حياتنا حاليا صارت افتراضية. طبعا لحتى يكون العمل احترافي حاولوا أنه يطوروا الأصوات الافتراضية اللي عم تطلع من مكبرات الصوت، فاتفقوا مع مطور ألعاب الفيديو شركة كبيرة وبدأوا يبثوا كأنه نحن عم نحضر بلاي ستيشن أصوات الجماهير. هون في المدير السمعي والبصري للدوري الإسباني ميلسيور سولير يقول يعني انت ليش مستغربين، يعني هو عم يدافع عن هاي افتراضية الصوت والجمهور. يقول هذا مش غريب ابدا في لما يصنع الترفيه في العالم، مثلا المسلسلات الكوميدية يضاف الى ضحك، عروض الليل المتأخر يضاف اليها تصفيق، يعني الجمهور بده يعرف انه هاي اللعبة راح يكون اجواء افضل. مع ذلك الجميع ما شعروا بالسعادة أبدا، لأن كرة القدم سرقت منهم في وضح النهار، والآن يسرقون عفويتها ويحولونها إلى لعبة افتراضية. ما يجري هو خطوة نحو كرة قدم افتراضية مستقبلية أقرب لألعاب البلاي ستيشن منها للعبة الشعبية الأولى في العالم. إنهم يكذبون يا جماعة، عم يكذبوا علينا لما يقولوا إنه نحن استكملنا الدوريات لحتى ننصف الفرق والمنافسة ولحتى يطلع البطل الحقيقي. لا، مو هاي الحقيقة أبدا. هن محرصين على المباريات والجداول والموسم الكروي يكتملوا ولا لا، ولا حريصين إنه يقدموا الفرجة والمتعة. هن حريصين على خسائرهم المالية وعلى هبوط في سوق في اسواق الاسهم والبورصه. يكفي انه اذكركم انه الانديه الاسبانيه لو ما اكتمل الدوري الاسباني او الموسم الاسباني الكروي كان راح تخسر مليار يورو. اذا مليار يورو كانت الخسائر، فكان الحل كرة قدم افتراضية في زمان كورونا. يكذبون علينا عندما نعرف أنهم يبحثون عن مصالحهم الاقتصادية والاستثمارية. سندرك على أي حليب مسكوب كانوا يبكون. شكرا لكم، نلتقي على خير.